السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فسندرس في هذا اللقاء جمع المذكر السالم إن شاء الله تبارك وتعالى. جمع المذكر السالم، السالم صفة لكلمة جمع لذلك رفعتها. جمع المذكر السالم هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون في آخره. مثال ذلك كلمة مؤمنون، مؤمنون تدل على أكثر من اثنين، نعم، بزيادة في آخره، يعني بزيادة الواو والنون، نعم، إذن هذا جمع مذكر سالم. طيب مؤمنين تدل على أكثر من اثنين بزيادة الياء والنون، فكل منهما جمع مذكر سالم. إعراب جمع المذكر السالم، أي اسم، إذا قلت اسم معرب إذن يرفع وينصب ويجر. طيب فعل معرب، الفعل المعرب يعني المضارع المعرب يرفع ينصب يجزم، إذن الاسم يرفع ينصب يجر. جمع المذكر السالم اسم يرفع ينصب يجر، يرفع بالواو ينصب بالياء يجر أيضا بالياء. طيب مثال المرفوع قوله تعالى قد أفلح المؤمنون، أفلح فعل ماض والمؤمنون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. طيب وبشر المؤمنين، بشر فعل أمر والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، عند فعل وفاعل. طيب المؤمنين مفعول به، والمفعول به دائما منصوب. طيب إذا كان منصوبا وهو من جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم ينصب بالياء، إذن أقول وبشر المؤمنين، المؤمنين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. طيب لقد من الله على المؤمنين، على حرف جر، والمؤمنين اسم مجرور بعلى وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. طيب هناك مثال واحد من القرآن جمع حالات جمع المذكر السالم، يعني الرفع والنصب والجر، وهو قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. جمع الحالات الثلاث، لا يتخذ المؤمنون، يتخذ فعل والمؤمنون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. الكافرين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. من دون المؤمنين، من حرف جر، دوني اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة، وهو مضاف والذي بعده مضاف إليه، والمضاف إليه دائما مجرور. طيب هو من جمع المذكر السالم، إذن علامة جره الياء، فنقول المؤمنين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. طيب هنا شيء مهم، أو نريد أن ننبه إلى شيء، هل يصح أن نجمع كل اسم في اللغة العربية جمع مذكر سالما، أو هناك أسماء محدودة التي تجمع؟ يعني مثلا لو كتبت لكم كلمة قلم وكتاب، واكتبوا خلفي يعني هذه الأسماء، يعني مثلا قلم كتاب محمد مجتهد، هل أستطيع أن أقول مثلا قلمون وكتاب هنا كتابون ومحمد محمدون ومجتهد مجتهدون؟ ما رأيكم، ما الذي يصح في هذا؟ هل قلم قلمون صحيح؟ هذا خطأ لا يصح. طيب كتاب أقول كتابون، هذا خطأ لا يصح. طيب محمد محمدون صح، صحيح. مجتهد مجتهدون، نعم هذا صحيح. العلماء يقولون لا يجمع جمع مذكر سالما إلا نوعان من أنواع الاسم، العلم والصفة فقط. العلم أو الأعلام يعني أسماء الناس، والصفات صفات الناس أيضا هذه تجمع جمع مذكر سالما، إذن العلم والصفة فقط.
طيب هل كل علم يجمع جمع مذكر سالما؟ لا. هل كل صفة تجمع جمع مذكر سالما؟ لا. إذا لا بد من شروط في العلم ولا بد من شروط في الصفة. طيب ما شروط كل منهما؟ سنكتبها إن شاء الله. نقول العلم والصفة فقط يجمعان جمع مذكر سالما. طيب ما شروط العلم؟ واحد، أن يكون لمذكر. اثنان، لعاقل. ثلاثة، أن يكون خاليا من تاء التأنيث. أربعة، أن يكون خاليا من التركيب. إذن شروط العلم: أن يكون العلم لمذكر، أن يكون لعاقل، أن يكون خاليا من تاء التأنيث، أن يكون خاليا من التركيب. يعني مثلا لو قال قائل فاطمة وزينب، هل يصح أن نجمعهما جمع مذكر سالما؟ لا يصح. لماذا؟ لأنهما من أعلام المؤنث، ونحن اتفقنا أنه لا يجمع جمع مذكر سالما إلا أعلام المذكر. طيب لعاقل، لو مثلا سمينا حيوانا من الحيوانات بواشق، واشق، هل نجمعه جمع مذكر سالما؟ لا يصح، لأنه لغير عاقل. طيب أن يكون خاليا من تاء التأنيث، يعني مثلا حمزة وطلحة ومعاوية من أعلام المذكر، صحيح؟ كل مما ذكرت من أعلام المذكر. حمزة علم على مذكر، طلحة علم على مذكر، معاوية علم على مذكر، ومع ذلك لا يجوز أن نجمع أيا منها جمع مذكر سالما. لماذا لا يجوز؟ نقول لأنها مختومة بتاء التأنيث. طيب كيف نجمعها؟ نجمعها جمع مؤنث سالما، يعني معاوية معاويات بالألف والتاء، ولا نجمعها جمع مذكر سالما. طيب التركيب، التركيب المقصود هنا التركيب المزجي والتركيب الإسنادي. المزجي يعني كلمتان امتزجتا وصارتا اسما واحدا. يعني مثال ذلك مثلا كلمة سيبويه، سيبويه، وكل الأعلام المختومة بكلمة ويه، سيبويه، خالويه، نفطويه، هذا اسمه علم مركب تركيبا مزجيا. مثل هذا العلم لا يصح أن نجمعه جمع مذكر سالما. طيب مثلا لو أن شخصا اسمه معدي كرب، معدي كرب، هذا أيضا مركب تركيبا مزجيا، فلا يصح أن نجمعه جمع مذكر سالما. طيب نفرض أنه يوجد أكثر من شخص اسمه سيبويه أو اسمه معدي كرب، يعني كيف أعبر عن هذا؟ نضع قبله كلمة ذو، ذو يعني بمعنى أصحاب، يعني فنقول حضر ذو سيبويه، يعني مجموعة كل واحد منهم اسمه سيبوي. أما اللفظ نفسه لا نجمعه جمع مذكر سالما. التركيب الإسنادي أو المركب تركيبا إسناديا يعني أصله جملة اسمية أو فعلية ثم سمي به شخص. يعني مثلا واحد اسمه فتح الله، واحد اسمه مثلا جاد الحق. جاد الحق، فتح الله، أصلا هو جملة فعلية، فعل وفاعل ثم سمي به شخص، فهذا اسمه مركب تركيبا إسناديا. يعني أنا أسندت الفتحة لله، وكذلك في المثال الثاني أسندنا الفعل للفاعل، فأصله جملة فعلية أو لا؟ أصله جملة فعلية ثم سمي به شخص. عندما أجمع كيف أجمعه؟ هل نجمعه جمع مذكر سالما؟ لا يصح. طيب إن أردت أن أعبر عن أكثر من شخص سمي بهذا الاسم، مثلا فتح الله، ماذا نفعل؟ قلت لكم الطريقة قبل قليل، نأتي قبله بأي لفظ؟ بلفظ ذو، يعني بمعنى أصحاب، حضر ذو فتح الله إلى آخره. طيب الخلاصة
يشترط في العلم لكي يجمع جمع مذكر سالما أن يكون لمذكر عاقل خاليا من تاء التانيث ومن التركيب. إن تحققت الشروط جاز جمعه جمع مذكر سالما. طيب نريد أمثلة على العلم الذي تحقق فيه هذه الشروط. يعني مثلا محمد، أحمد، إبراهيم، زيد، سعد، محمود إلى آخره. هل تحققت الشروط في هذه الكلمات؟ يعني مثلا محمد، هل أستطيع أن أقول محمد؟ تعال أولا إلى الشروط. هل محمد علم؟ نعم علم. طيب مثلا رجل وغلام وكتاب، رجل وغلام من الأعلام؟ ليست من الأعلام، فتخرج من أول كلمة، ليست علما وليست صفة، رجل وغلام خلاص. محمد علم؟ نعم علم. هل هو لمذكر؟ نعم. هل لعاقل؟ نعم. هل هو خال من تاء التانيث؟ نعم. خال من التركيب؟ نعم. إذن تحققت كل الشروط، يجوز أن أجمعه جمع مذكر سالما. أقول محمدون، أحمدون، إبراهيمون، زيدون، سعدون، محمودون. أنا أعرف أن هذا الجمع قد يكون غريبا على أسماعكم، واحد يقول إبراهيمون هذا غريب، أحمدون هذا غريب. أقول لك تحققت الشروط فيه، فيجوز لك أن تجمعه جمع مذكر سالما وإن كان غريبا على سمعك. خلاص اتفقنا. هذا العلم أو هذه هي شروط العلم. طيب الصفة، ما شروط الصفة التي تجمع جمع مذكر سالما؟ ثانيا الصفة، الصفة يشترط فيها أن تكون لمذكر عاقل خالية من تاء التأنيث، ليست على وزن أفعل فعلاء، أفعل فعلاء، ولا فعلان فعلاء. باختصار يشترط في الصفة لكي تجمع جمع مذكر سالما أن تكون صفة لمذكر عاقل، وأن تكون خالية من تاء التانيث، وألا تكون على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلاء، وليست على وزن فعلان الذي مؤنثه فعلاء. طيب نأخذ الشروط شرطا شرطا. أول شيء قال أن تكون الصفة لمذكر، يعني مثلا كلمة حائض وكلمة مرضع، كل منهما من صفات المؤنث، صحيح؟ حائض صفة لمؤنث، مرضع صفة لمؤنث. هل يجوز أن نجمعهما جمع مذكر سالما؟ لا يصح، لأنه لا يجمع جمع مذكر سالما إلا صفات المذكر. طيب قال أيضا أن تكون الصفة لعاقل، يعني كلمة صاهل، صاهل صفة لعاقل أو لغير عاقل؟ لغير عاقل، للحصان. إذن هي صفة لغير عاقل، فلا يجوز أن أجمعها جمع مذكر سالما. قال أن تكون خالية من تاء التانيث، يعني مثلا علامة، علامة، فهامة. علامة صفة لمذكر عاقل، أنت تقول مثلا قال العلامة فلان كذا، العلامة هذا هنا من صفات المذكر أو من صفات المذكر. طيب مختومة بتاء التانيث، فلا يصح أن أجمعها جمع مذكر سالما. لا يجوز لك أن تقول علامون أو علامتون، طبعا هذا خطأ لا يصح. طيب إن أردت جمعها كيف أجمعها؟ تجمعها بالألف والتاء، تقول علامات، فهامات إلى آخره. طيب قال أيضا يشترط ألا تكون الصفة على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلاء، ولا فعلان الذي مؤنثه فعلاء. والشرط الأخير يحتاج إلى شرح، يعني نمسح ثم نشرح في مكان واسع إن شاء الله. هو يشترط يقول ألا تكون الصفة على وزن أفعل الذي مؤنثه
فعلاء. طيب ما الكلمات أو ما أشهر الأشياء التي على وزن أفعل والمؤنث منها على وزن فعلاء؟ الألوان، الألوان والعيوب والزينة الخلقية. يعني الألوان نحو أحمر مثلا وأخضر، أصفر، أحمر، أخضر، أصفر، أزرق، أسود، أبيض. ما المؤنث منها؟ أحمر حمراء، أخضر خضراء، أصفر صفراء، أزرق زرقاء، أبيض بيضاء، أسود سوداء، إلى آخره. فهذا مذكر على وزن أفعل والمؤنث على وزن أفعال، فلا يجوز لك أن تجمع هذا جمع مذكر سالما. يعني لا يصح لك أن تقول أحمرون أو أخضرون أو أصفرون إلى آخره، هذا خطأ. كذلك العيوب، العيوب يعني مثلا أعور أو أعمش أو مثلا أصلع أو أحول إلى آخره من هذه العيوب. أيضا المؤنث منها على وزن فعلاء، يعني أعور عوراء، أعمش عمشاء، أصلع صلعاء إلى آخره، هذا أيضا لا يصح لك أن تجمعه جمع مذكر سالما. كذلك الزينة الخلقية مثل أحور مثلا، أحور ما المؤنث؟ حوراء. أنجل أيضا نجلاء، لا يصح لك أن تجمع هذا جمع مذكر سالما، فلا يجوز أن تقول أحورون أو أنجلون، هذا خطأ. طيب سؤال، وهنا سؤال بدهي، هو لماذا قيده؟ لماذا قال يشترط ألا تكون الصفة على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلاء؟ على أي شيء يدل هذا؟ أنه يوجد أفعل ومؤنثه ليس فعلاء، فإن كان على أفعل ومؤنثه ليس فعلاء جاز لك أن تجمعه جمع مذكر سالما. طيب أمثلة على أفعل الذي مؤنثه ليس فعلاء، ليس على وزن فعلاء، فيصح فيه أن يجمع جمع مذكر سالما. يعني مثلا أفضل، هذا مذكر على وزن أفعل أو لا؟ على وزن أفعل، ولكن ما المؤنث منه؟ هذا اسم تفضيل، أفضل المؤنث فضلا. طيب عندما تقول أكبر ما المؤنث؟ كبرى، أصغر صغرى، أحسن حسنى، حتى لو قلت أعلم، لو قلت أعلم نفس الكلام، ولو قلت مثلا أجهل، ولو قلت أعلى أعلون، يعني مثلا أعلى هنا وعليا. طيب هل هذه الألفاظ تجمع جمع مذكر سالما؟ يصح جمعها جمع مذكر سالما؟ يصح، يعني ينفع أو يصح أن أقول أفضلون؟ يصح. أكبرون؟ يصح. أصغرون؟ يصح. أعلون؟ يصح. أخسرون أو أخسرين؟ يصح. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، فهذا جمع جمع مذكر سالما. الخلاصة قال يشترط في الصفة ألا تكون على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلاء. طيب إن كانت الصفة على وزن أفعل ولكن المؤنث ليس على وزن فعلاء، ففي هذه الحالة يصح جمع الصفة جمع مذكر سالما. خلاص هذا مفهوم. طيب الشرط الذي بعده، قال ألا تكون على وزن فعلان، فعلان الذي مؤنثه فعلى ليس فعلى، فعلى بهذا الشكل، فعلان ومؤنثه فعلى. إن كانت الصفة على فعلان الذي مؤنثه فعلى فلا تجمع جمع مذكر سالما. مثال ذلك مثلا عطشان، ما المؤنث؟ عطشاء. غضبان، المؤنث غضباء. ظمآن، المؤنث ظمآ. سكران،
والمؤنث سكرا جوعان، المؤنث جوعى إلى آخره. فهنا المذكر على وزن فعلان والمؤنث منه على وزن فعلى. وأنا هل تعرفون حتى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لعائشة إني لأعلم متى تكونين عني راضية ومتى تكونين علي غضبا، غضبا وهذا مؤنث غضبان، غضبا مؤنث والمذكر غضبان. ويعني أريد أن أذكر لكم قاعدة، فعلان في اللغة العربية عموما مؤنثه فعلى في الغالب، يعني لو قلنا مثلا 95% أو 99% فعلان الموجود في اللغة العربية المؤنث منه على وزن فعلى. يعني الذي لا يعرف القاعدة إن جاءته صفة على وزن فعلان فلا يصح له أن يجمعها جمع مذكر سالما، فلا تجمعها، أرح نفسك ولا تجمعها جمع مذكر سالما. لماذا؟ لأنه في الغالب المؤنث على وزن فعلى. العلماء يقولون لم ترد فعلان في اللغة العربية على غير وزن فعلى إلا في 14 كلمة فقط، وكلها كلمات ليست مشهورة، يعني ربما لم تقابلكم كلمة منها في حياتكم. يعني مثال ذلك، سأذكر لكم مثالا على ذلك، كلمة مثلا سيفان والمؤنث سيفانة، سيفان يعني طويل وسيفانة يعني طويلة، هذا على أي وزن؟ على وزن فعلان، ولكن مؤنثه على وزن فعلانة. فمثل هذا يجوز أن نجمعه جمع مذكر سالما فتقول سيفانون، هذا جائز. موتان، كلمة موتان على وزن فعلان والمؤنث موتانة بالتاء، هذا يجوز لك أن تجمعه جمع مذكر سالما فتقول موتانون، الموتان يعني الضعيف. الكلمة التي بعدها علان، علان والمؤنث علانة، العلان هو الكثير النسيان فتقول علان، علان وعلانون، هو ليس ممنوعا أيضا من الصرف، هو منصرف، سيفان موتان علان، تقول أيضا علانون. أيضا كلمة حبلان، حبلان حبلانة، والحبلان هو الكبير البطن، فالمذكر حبلان والمؤنث حبلانة، يجوز لك أن تقول حبلانون. كلمة مصان، المؤنث مصانة، المصان هو اللئيم. أنا اخترت لكم يعني أقرب الألفاظ إلى الشهرة، يعني إن كانت هذه أقرب الألفاظ إلى الشهرة فما بالكم بما وراءها. يعني قلت كم كلمة، يعني إحصاء واستقصاء، هي 14 كلمة في اللغة العربية التي تأتي على فعلان، والمؤنث ليس على فعلة وإنما على فعلانة، فاخترت المشهور، يعني مثل مثلا مصان أو يعني حبلان، علان، موتان، سيفان، هذا هو المشهور، فما بالكم بما وراءه. الخلاصة إذا جاءتك فعلان فلا تجمعها جمع مذكر سالما لأنه في الغالب المذكر على وزن فعلة. آخر شيء أريد أن أقوله في باب جمع المذكر السالم هو أنه مختوم بالنون، صحيح؟ جمع المذكر السالم فيه نون في الآخر، هذه النون التي في الآخر يعني لماذا هي موجودة؟ النون أولا التي في جمع المذكر السالم نون مفتوحة، نونه مفتوحة في جميع الحالات، يعني تقول مسلمونا مسلمينا، فالنون مفتوحة على كل حال. طيب هذه النون قالوا فيها توجيهان أو فيها يعني تفسيران، أحد أو بعضهم يقول هي عوض عن التنوين الذي في الاسم المفرد، يعني الاسم المفرد فيه تنوين فيعني جاءوا بالنون هذه في مقابلة التنوين الذي في الاسم المفرد. طيب بعضهم في التوجيه الثاني قال هذه النون للدلالة على عدم الإضافة، يعني للدلالة على أن الكلمة ليست
مضافة، يعني إن كانت الكلمة بالنون إذن ليست مضافة، إن حذفت النون منها فهذا دل على أنها مضافة. يعني القول الأول هو المشهور، والقول الثاني عندي هو أوجه. هو أوجه لماذا؟ لأنه توجد بعض الأشياء من الاسم المفرد أصلا لا يوجد فيها تنوين لأنها ممنوعة من التنوين، وفي الجمع توجد فيها النون، يعني أحمد، أحمد ممنوع من الصرف لا توجد فيه نون، إذا جمعته قلت أحمدون، صحيح؟ بالنون جاءت هنا النون، فأقول هي عوض عن التنوين الموجود في الاسم المفرد، والاسم المفرد أصلا ليس فيه تنوين. المهم يعني إن أخذت بهذا القول فهو حسن، إن أخذت بهذا القول فهو حسن. آخر شيء أن النون التي في جمع المذكر السالم تحذف عند الإضافة، إن أضفته حذفت النون. يعني مثلا عندما تقول كما في قوله تعالى إن مرسل الناقة، أين جمع المذكر السالم؟ هو كلمة مرسلوا، هي في الأصل مرسلونا، ولكنها أضيفت إلى كلمة الناقة فحذفت منها النون. طيب إنا مهلكوا أهل هذه القرية، طبعا في كتابة القرآن توجد هنا ألف، إنا مهلكوا أهل هذه القرية، أصلها مهلكونا، لماذا حذفت النون؟ حذفت النون من أجل الإضافة. لو هناك مثل لو كان هناك مهندسون في شركة معينة، أقول حضر مهندس الشركة، رأيت مهندس الشركة، سلمت على مهندس الشركة، فتحذف النون من جمع المذكر السالم من أجل الإضافة. هذا هو درس جمع المذكر السالم باختصار شديد، وفي اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى سنتكلم عن الملحق بجمع المذكر السالم، وهو درس مهم جدا وفيه فوائد كثيرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.